أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك
وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط من سبأ بنبأ يقين. الله عليك الله عليك إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ما قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. الله الله يفتح عليك. اللهم زيدك. إنه من سورة
لا إله إلا الله. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. الله أكبر. اللهم افتح عليك. إنه من سليمان وإن قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا لا تشهدون. قالوا نحن أولو قوة شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الله 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 عليك. اللهم فهمك. اللهم فهمك عم صلى الله على الحبيب محمد. قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. اللهم صل على النبي.
وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم قبل لهم بها ولنخرجنهم منها قال عفريت من الجن أنا آتيك به قال
بشير صلوا عليه. وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله.